أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجال الأمن العام على العديد من النجاحات. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1781 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 984 قطعة سلاح ناري أبرزها جرينوف وثلاثة رشاش و131 بندقية آلية و99 بندقية خرطوش و41 مسدساً وسبعمائة وثمانية فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 284 متهماً بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4442 قطعة سلاح ناري بحوزة 3694 متهماً أبرزها ثلاث رشاش واثنان جرينوف وخمسمائة وأربع وأربعون بندقية وثلاثمائة وأربع وتسعون بندقية آلية ومائتان واثنى عشر مسدساً وثلاثة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة وخمسمائة وسبع وعشرون خزينة، إضافة لخمسة آلاف وستمائة وسبع وثمانين قطعة سلاح أبيض. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 34 تشكيلاً عصابياً ضموا 116 متهماً قاموا بارتكاب 188 حادث متنوع، وتم كشف غموض 398 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 635 متهماً، كما تم إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,424,759 حكما قضائيا، من بينها 9,334 حكم جناية و 740,731 حكم حبس جزئي و 123,555 حكما مستأنفا ومليون ومائتان وتسعة ألف وأربعمائة واثنان وعشرون حكم غرامة وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وسبعة عشر حكم مخالفة.